قصة شعيب ابن المعروف الذي كان تلميذا الإمام أبي عبيدة. هذا الرجل هو من صنف أولئك الناس الذين تعجبهم قضية المخالفة، وتعجبهم مسائل الظهور وحب يعني الفيشر على مصطلحاتنا الحاضرة. فخالف الإمام أبي عبيدة، خالف الإمام أبي عبيدة في بعض المسائل، فاستتابه الإمام فتاب، استتابه الإمام لأن هذه المسائل التي ذهب إليها لا تصح في نظر هذا العالم، فتاب هذا الرجل منها ومكث في البصرة. ولما أصبح الأمر إلى الإمام الربيع بن حبيب رضي الله تعالى عنه أظهر مخالفته من جديد، خالف من جديد وأراد أن ينشر دعوته في البصرة، لكن لم يلتفت إليه أحد من الناس لأنهم رأوا فيه أنه لا يستحق أن يتبع، فتوجه إلى مصر وبدأ بنشر دعوته هناك. ولما علم ما وقع في عهد الإمام عبد الوهاب ابن عبد الرحمن بن رستم من خروج جماعة بقيادة يزيد ابن فندين، وهذا الرجل يعني الشيء بالشيء يذكر، الإمام عبد الرحمن بن رستم عندما مات علق أمر المسلمين في 6 رجال، كان من بينهم الإمام عبد الوهاب ابنه، وكان من بينهم يزيد بن فندين هذا، وهذا الرجل كان من العلماء أيضا، يزيد بن فندين كان من العلماء، لكن حب الدنيا أعمى قلبه. فلما ثار على الإمام عبد الوهاب واعتزل المدينة وسموا طبعا بعد ذلك بالنكار لأنهم أنكروا إمامة الإمام عبد الوهاب بن رستم، عندما سمع شعيب بن المعروف هذه المسألة هذه القضية توجه إلى تيهرت، دخل على الإمام عبد الوهاب فنظر في حال المسلمين وسأله الإمام عبد الوهاب عدة أسئلة في جواز خروج هؤلاء عن الإمام، فأفتى في صالح الإمام، أفتى بعض الفتاوى في صالح الإمام أنه لا يجوز لهؤلاء أن يخرجوا على إمام عقدت له الإمامة وبويع من قبل الناس، وخروجهم لم يكن خروجا يعني في صالح الأمة الإسلامية، لأنهم خرجوا كما قلت حبا في الدنيا، وحجتهم كيف يولى ابن الإمام الذي انتقل إلى رحمة الله. لكن هذا الرجل عندما ولي الإمام عبد الوهاب لم يولى هكذا جزافا، لأنه كان عالما فطنا ورعا تقيا، وولي لهذا لم يولى من أجل أنه ابن الإمام لكي تكون الإمامة من سلسلة يعني نسب، وإنما ولي لإيمانه وعدله وتقواه. ثم ذهب إلى النكار اللي هو شعيب ابن المعروف، فلما وصل إليهم استمالوه وحزن في قلبه أنه أفتى الإمام عبد الوهاب بتلك المسائل، وأصبح من حزب يزيد ابن فندين يقاتل المسلمين من أبناء ملته على حب هذه الدنيا وهذه الرياسة، إلى أن كانت الواقعة المعروفة المشهورة التي هجم فيها هؤلاء القوم على مدينة تيهرت، والإمام كان مسافرا لبعض شؤونه، حتى أنه مما يروى أن الإمام أفلح ابن عبد الوهاب أخذ، طبعا كان في تلك اليوم
وهو عالم من علماء المسلمين أيضا، يروى أنه من شدة حميته أمسك بفردة باب من أبواب تيهرت، الأبواب القديمة معروفة، عصبة من الرجال لا يستطيعون حملها، فأخذها بيده كدرع يحارب بها ويضرب بها إلى أن هدأت المعركة. وقيل بأن عصبة من الرجال أرادوا أن يرجعوا الباب إلى مكانه، فقالوا للإمام أفلح أرجعه إلى مكانه، قال ردوا إلي علي حميتي أرده لكم في مكانه. فإذا على كل حال، وهذه طبعا المسألة ليست بغريبة، فقد فعلها من قبل الإمام علي بن أبي طالب في حديقة الموت عندما أخذ فردة باب الحديقة. على كل حال، خرج هذا الرجل مع هؤلاء القوم، وقتل يزيد بن فندين في هذه المعركة. وعندما قتل يزيد بن فندين، خرج هذا الرجل إلى طرابلس وبدأ ينشر دعوته هنالك، وحاول العلماء إرجاعه إلى حظيرة الحق، ولكنه أبى أن ينتهج نهجا جديدا ويتمذهب بمذهب جديد آخر، ثم ظل على ذلك قرون من الزمن، ثم ماتت دعوته بعد ذلك.